انه ماتش سيمبا الاهلي كان محظوظ ان انت شفت عيوبك كلها مع منافس اقل منك بكتير بكتير، وليك حظ تاني يا اخي انك تشوف بيترو اتلتيكو عمل ايه مع صن داونز، ليك حظ انك تشوف. انا بس عايز افرجك على الاهداف الخاصة بلقاء الذهاب علشان نرجع منها نتكلم بقى الكلام اللي في الصميم، لانه في احد لاعبي الاهلي ستوجه له تحية من سوبر ليج نظامنا الطبيعي، تحية طيبة وبعد، وفي اعتقادنا وباللقطات اللي هنشوفها بعد شوية هذا الرجل قد يصنع الفارق كليا وقد يكون سبب تأهل الاهلي بإذن الله على حساب صن داونز. نشوف ما حدث ذهابا في مباراة بيترو أتلتيكو مع صن داونز والأهداف، ونرجع لأنه اللي هنقوله غير اللي هتشوفه على الشاشة. كابتن حسين الشحات، تحيه طيبه وبعد. الاهلي عنده مباراه صن داونز اللي كل العالم بيتكلم فيها على انه الاهلي لازم يتراجع لحد نص الملعب، يقفل خطوطه، يضيق مساحاته ويعتمد على المرتدات. صن داونز الموسم ده لعب شويه مباريات في الدوري والكاس وافريقيا والدوري الافريقي لكره القدم، الفريق الوحيد اللي عمل 45 دقيقه مثاليه على صن داونز وطلع عينه وقرفه وزهقه وخرجه عن شعوره كان هو بيترو اتلتيكو اللي اتغلب 2-0. لكن في الشوط الاول يوضح لك الاهلي ممكن يكسب صن داونز ازاي بسهوله، بلاش يكسب، يتخطى ازاي صن داونز. عارفين مقدمه زيزينيا؟ انا السؤال والجواب، انا مفتاح السر وحل اللغز، انا بشير عامر عبد الظاهر. مكوينة لاعب رقم 4 عنده كل حاجه، عشان كده حسين الشحات عنده طلعه. ارجوكم نبص مع بعض. مكوينة ده الراجل رقم 4 اللي معاه الكوره كويس وبيرجع الكوره لورا، ممكن نقف هنا يا جماعه، ممكن نقف هنا. عندك 2 على الدايره، رقم 4 ده مكوينة اللي كل الكلام عليه، ورقم 11 هو اسمه اليندي وده المفروض بلاي ميكر، بلاي ميكر. وصن داونز اللي لابس اسود، شكرا بيومي والله، صن داونز اللي لابس اسود. ايه بقى اللي بيحصل؟ ارجع كده بالكوره لورا، ارجع كمان الحارس، حلو الكلام. رقم 4 ده الارتكاز، حارس مرمى بيقول ايه؟ بالبطيء بقى، بالبطيء، تعالى لي، لا ارجع 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 ارجع، تعالى لي، بيقول لمين؟ ده رقم 11 البلاي ميكر، تعالى لي، قرب لي، عايز اديك الكوره. وبعدين تلعب الكوره، بص بص بص، اقف بقى هنا، بص عليه، ارجع كده فريمين ثلاثه. هو بيقول له انت فين؟ فالتاني اللي في نص الملعب بيقول له ايه؟ مش انا اللي اجي لك، مكوينة اللي يجي لك، انا مالي ومال الكلام ده؟ خلاص اللي بعده، ترجع الكورة لحارس المرمى، مكوينة مش مقرب، الحارس ارتبك، يا جماعة قربولي، يا جماعة مش عارف اتصرف، يا مكوينة يا ولاد اللذينة حد يقرب لي. تتلعب الكورة لأليندي، تتقطع ويروح جلبرتو في انفراد كامل بحارس المرمى وتضيع. اللي بعده، يا مكوينة أنا جاي بقى، أنا جاي خلاص، أنا جيت أنا جيت أنا جيت. استلم مكوينة، وفور استلمت مكوينة المسائل هنا تختلف. فورة استلمت مكوينة المسائل تختلف. يلعب الراجل لأي حد في الملعب، لأي حد، محدش عارف يعمل حاجة. لازم ترجع لمكوينة، ولو ما رجعتش خراب مستعجل. خراب مستعجل، ودي انفرادات واطلع بهجمات وتصويبات وكل حاجة في الدنيا. يا إما مكوينة يا إما بلاش. يستلم حق، بص ممكن نقف هنا؟ نقف هنا. جنبه مدافع، شماله مدافع. اقصى اليمين باك يمين، اقصى الشمال البلاي ميكر، ورا في نص الملعب الجناح الشمال. لكن الراجل هو مش شايف غير مكوينة، ما لو مكوينة ما استلمش احنا هنعمل ايه؟ بص بقى، يمين مش هينفع، طب العبها بعيد مش هينفع، يا مكوينة طب حد يقرب، انا عايز اديها له. وبعدين تعالى تعالى تعالى، انا عايز ابصيلك. في النهايه ترجع الكوره ويقول له تعالى، انت ليه مش مقرب؟ لانه في النهايه هيضغط هنا بهذه الدرجه هذا الرجل والامور كلها تتلخفن. نقف هنا بقى، ده جيلبرتو مهاجم اورلاندو رقم 27،
وجنبيه المهاجم الثاني او اللاعب الجناح اللي تحول لمهاجم اللي قرر المدير الفني الاورلاندو انه طول الوقت واقف مع مكوينا، طول الوقت واقف مع مكوينا. بيترو اتلتيكو مصر برضه ان هو اورلاندو، وبالتالي الراجل ده اللي انا بعتبره هنا حسين الشحات عزل مكوينا عن الفريق هو عزل كامل لقدره سان داونز على الخروج بالكوره. فين وفين بقى عبال ما يروح ويحاول انه يفضى ويستلم والراجل معاه طول الوقت طول الوقت. طب ما نلعب من غيره زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف كده. بين الشوطين كل اللعيبه نازله، كلام المدير الفني مع مكوينا فقط لا غير، فقط لا غير. ازاي تفضى، ازاي تروح، ازاي تظهر لزمايلك، ازاي نحل المشكله اللي بقت موجوده عندنا، ازاي نعمل كل ده. كل ما كان مكوينا مضغوط عليه من حسين الشحات باذن الله يعني، كل ما انت عازل الفريق ده تماما. لانه يا جماعه لو ده ما حصلش، انا اسف، لو ده ما حصلش اتفرج على ممكن يحصل. نكمل لقطات. مكوينا لما استلم ايه اللي حصل في الملعب؟ راجل بيستلم الكوره وهو فاضي دون ضغط، الراجل اللي معاه اللي هو رقم 23 ده قرر ما يضغطش شويه. كويس، يلا بينا نحاول نبدا نلعب الكوره ونباصي. بص 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 بص، لا نقف هنا، نقف هنا، ارجع فريمين ثلاثة، ارجع فريمين ثلاثة. هو بيكلم خط الهجوم، يا جماعة مضيقين هم الخطوط، فأنا عايز ألعب، عايز ألعب الكور العالية، فمن فضلكم لما استلم زيدوا حركة إيده، أنا عايز ألعب الكور العالية البلالين، فكله يقطع. كمل بقى واتفرج زي ما أنت عايز، زي ما أنت عايز. مكوينا هيستلم الكوره دون ضغط، دون ضغط، فشاهد ماذا حدث. الاولانيه هجمه ملعوبه في ظهر الدفاع، يروح مهاجمين سان داونز علشان يستلموا، حارس المرمى اقرب المره دي، يستلم الراجل ويحط هجمه ناحيه اليمين ويقود الهجمه، فالمساحات تبدا تفتح. يستلم مكوينا دون وجود ضغط فيلعب الاماميه الطوليه اللي رايحه، لكن المهاجم معرفش يروض الكوره بشكل كويس، ويستمر 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 ويتوغل، ويحصل في النهاية حالة الخلخلة لخطوط الدفاع، ويبقى في النهاية مكوينا بيحرك الفرقة بشكل كامل زي ما حضرتك شايف. فقط سوء استقبال الكرات هو اللي يخلي الأمور أصعب، لكن في حال الاستلام يحدث ما يحدث ويسجل سان داونز جون، ويقود الراجل هجمة تانية يبدأ بيها التشيب اللي هيجي بعديه كمان الهدف اللقاء التاني، أحلى جونين في شباك حارس المرمى فقط لأن مكوينا استلم الكورة وعارف يشغل الفرقة. 2 و3 و4 و5 وكل الهجمات لازم تتحرك في هذا الإطار، لدرجة أنه آخر دقيقة في المباراة اتزق، زقوه، وقع. بعد ما وقع قام علشان يروح وياخد الهجمة ويعمل آخر هجمة في المباراة لصالح سان داونز، وبالتالي أنت هنا شايف بعينيك في مرة و2 و3 و4 و5. طول ما كان هذا الرجل يا جماعة قادرين نضغط عليه كابتن حسين الشحات وهو الافضل في الضغط، مش حسين لاجل حسين، يبقى رضا، يبقى بيرستاو، يبقى اي حد، بس قلت حسين لانه حسين في الضغط هو افضل جناح في الاهلي بيعرف يضغط. مراقبه هذا الرجل تعني بنسبه 80-90% ان الاهلي ممكن يعدي ويفوت ويتخلص من سان داونز ويكون باذن الله موجود في نهائي الدوري الافريقي.